ودي الحراسة مزيرة ضمط هذا وحطنا شي حاجة الدالة صعيبة الدالة تخاتنا وحطنا 11 نقطة مدخلين لنا فيها شحال من درس آخر متتاليات ودي ماشي مشكل المهم نضرب داك الشيء الاخر يعوض نجي مكوكب وصافي ما كاينه معنا لا ما كاينش والو ما تحركش مزيره القاجيه انت جيب لنا العسكر ماشي حتى تجيب لنا اساتذه والو مزيره اينا من هكا زعما باش نفهمتي ولكن والو امتحان صعيب اختي امتحان صعيب حطوا لينا صعيب ابعاني هذاك الشيء جاي من الفوق زعما دار لنا هذه اللعبه باش مابقاش نمشي نشجع الكوكب ولكن غنبقى نشجع الكوكب وحطوا لنا الماتش صعيب ما كناش متوقعين منه ما كناش متوقعين ماتش غادي يحطوا لنا صعيب صراحه طلع الامتحان داز مزيان الحمد لله اجواء كنا مرتاحين حاسين براسنا مزيان وفروا لنا الاجواء الملائمه للامتحان كل شيء كان هو هذاك الحراسه في المستوى كانوا شبه هاد المرات شي اساتذه اللي مزيرين بزاف ولكن الاغلب الاساتذه داروا هكا وهكا مع التلاميذ ترافقوا معنا وداروا لنا داكشي مزيان والحمد لله ان شاء الله هذا العام الباك مضمون وفي الجيب ان شاء الله وتحيه للوالدين من العمره المقدسه الاجواء كانت زوينه داكشي بخير وعلى خير داز داكشي مزيان وما طاحتو حطونا الداله صعيبه شويه فالالين ومخلطه مع الليميت المتتاليات هادشي راه شويه خاص وصراحه كاين فين نجيبو نقيطات ماشي بحال داك العام والله الله يجيب التيسير للجميع وراه بن عفاد معروف على الحراسه تكون فيها مشدده والحمد لله كما كان الحال حركنا السجل اش ما كاينش تقريبا ما كاينش اللي غش راه حتى النهار الاول لا هو بيخليه حتى النهار الثالث لا الثاني حتى النهار الاول اللي غشتي حتى من الحلقه الاولى وحنايا الحمد لله راه بلا غش بلا والو هكا تندوزو معاهم وراه يسرنا واللي بغاها الله هي اللي تكون مزيانه كل امتحان زعما مزيان في المستوى والحراسه كانت مهم شويه كانوا مزيرين معنا واحد شويه لا مزيرين شويه لا كاين زيار لا البارح ولا اليوم حالات غيش ما ضبطوهاش ومن ناحيه ديال الامتحان كان مزيان ولكن الناس راه اساتذه باش ما يتعاملوا كيتساعدوا ولكن والو تقول ما باش يتساعدوا راه عينا مع واحد نيت باش يتساعد معنا في الاخر والو راه والمات نيت حطوه صعيب شويه ماشي سهل حطوه شويه صعيب اللي مراجع نيت راه تيجي سهل ولكن واخا اللي مراجع راه تيجي شويه سهل وشويه صعيب ومن ناحيه ديال الحراسه راه مشدده راه ما كاينش شي حراسه زعما مزيانه ولا راه ديما مشدده و راه حنا نيت البارح واليوم نيت في الصباح راه والو حتى شي حراسه ما جاتنا مزيانه وشي اقسام راه جاهم حراسات مزيانين نقلوا هادي وحنا يا اخرى ونتمنوا من الله الخير هادشي اللي نقولوا نتمنوا من الله الخير والله ينجح الجامع اسوء كانت في المستوى صراحه داكشي كان سهل صراحه هاد العام تعاونوا معنا مزيان كلشي كان زين هو بين النقطه اللي بين نقول لهم انا هو الورق جانا ما كزرناش في الصحيح داكشي اللي كتبناه راه هو اللي كاين ما كزرناش في الصحيح داكشي هو هذاك الدراري مساكن تقاتلوا شتا انا الدراري تقاتلوا صهروا مساكن حتى ما ناعسينش خصهم ينجحوا المهم يوفق الله ان شاء الله حالة غش قليله صراحه في الاول نهار الاول شدوا ثلاثه الدراري شدوهم بالعساء صافي و نتمنى يجري معاهم شي حاجه راه ان شاء الله حتى الله